برعاية كريمة من سمو الشيخة نيلة بنت حمد الخليفة، افتتح مشروع أرتيزانا الرائد المبدع المعرض الرمضاني ليالي رمضان، وذلك في موقع معرض أرتيزانا في منطقة الجفير. وبهذه المناسبة أكدت الشيخة مي بنت سليمان العتيبي رئيسة المشروع أن المعرض الرمضاني لهذا العام يحتضن عددا من المشاريع المبتكرة البحرينية والكويتية، ويأتي تنظيم هذا المعرض لتبادل الأفكار الخلاقة ما بين جميع الأطراف بدعم من تمكين لرواد الأعمال البحرينيين. تصاميم شبابية بحرينية تمتاز بصبغة تراثية ممزوجة بأحدث صيحات الموضة، احتضنها المركز الإبداعي أرتيزانا الرائد المبدع، والذي يتولى رفد السوق المحلي برواد أعمال بحرينيين جدد وتطوير إمكانيات أصحاب المشاريع الصغيرة القائمة، وذلك بالتعاون مع صندوق العمل تمكين. أولا يشرفني أن أكون موجودة اليوم في هذا الافتتاح، أني أشوف هاي الأعمال الحلوة اللي ينتجونها الشباب والشابات البحرينيات في هذا المجال، وأشكر الشيخة مي على هذا الدعم لهال يعني 973 لأرتيزانا. دائما نشوف أعمالهم، أعمال المشاركين تجدد سنة عن سنة وتكون أحسن وأحسن، ويتطورون في طريقة عرضهم وطريقة تقنية المنتج نفسه. تمكين تدعم إحدى القطاعات الاقتصادية كلها، وإحدى هذه القطاعات هو القطاع الإبداعي. في إطلاقنا لاستراتيجيتنا للقطاع الإبداعي طبعاً إحدى دعمنا خمس مراكز في القطاعات، إحدى المراكز هو أرتيزانا 973. إحنا اليوم طبعاً فخورين تواجدنا اليوم معاهم في إحدى المعارض اللي بدوها في هذه المرحلة، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. تعزيزا لقدرات وإمكانيات رواد الأعمال البحرينيين، جاء هذا المعرض ليالي رمضان ليساهم في دعم المشاريع المبدعة لرواد الأعمال من أجل تعزيز نموها في السوق الداخلي والخارجي. أرتيزانا الرائد المبدع بلس 973 يستضيف معرض ليالي رمضان، يجمع مجموعة من المصممات والمصممين من داخل البحرين وخارج البحرين لمجموعة متنوعة من التصاميم من أزياء ومجوهرات وإكسسوارات منزلية. طبعا احنا هنا في بلس 973 ندعم رواد الأعمال من خلال التسويق لهم، من خلال قنوات التسويق اللي هم البلوجرز والأكاونتس الثانية مثل سناب شات والإنستغرام، وهم بعد ندعمهم في مجال المعارض في البحرين وهم خارج البحرين. ثاني سنة نشارك هني في بلس 973، وطبعا فرصة وايد زينة لنا كمصممات بحرينيات نعرض تصاميمنا، وخاصة في هاي الوقت رمضان، يعني تصاميم الكوليكشن الرمضاني. مشاريع مبتكرة وتصاميم متميزة يحتضنها أرتيزانا هذا، ويعد المركز مشروعا وطنيا غير ربحي يهدف إلى تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال وتشجيع المواهب الوطنية المحلية. هذا المعرض الرمضاني يحتضن عددا من المشاريع التي يقدمها جملة من الشباب المبدع بتصاميمه المتميزة، ما يساهم في تحقيق المزيد من الانتشار للشباب البحريني وفرص مواتية للتواصل وبشكل مباشر مع الجمهور. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.